السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي لاخوانديكم قناتكم قناة بي بوبجي تي في. اخواتاتي رجعت لكم من جديد وكنتمنى بعدا تكونوا كاملين بخير وعلى خير وكاع الناس كتابع قناة بي بوبجي تي في. شكرا لكم بزاف بزاف خوتي اخواتاتي. ما كرهتكمش بعد هذا الفيديو هذا. شوف يا صديقي لو كنتي تشاهد الفيديو مازال كتشاهد الدقيقة مع معنا اخويا صديقي. شوف ما تحتكرش عليا بلايك, هبط لتحت فرقع لايك. ولو كنتي عزيز عليك خوك زهير وديما كتبع زهير ما تنساش بارطاجي هذا الفيديو للناس اللي عزازين عليك والناس اللي قرابين عليك, الناس اللي عزازين عليك والناس اللي قرابين عليك. حيت الا بارطاجيت الفيديو لواحد الشخص اللي عزيز عليك عاد بارطاجي الفيديو وقريب عليك, اذا انت هو عاد تكون انت عزيز عليه حيتبع معنا الفيديو وحيشوف الفيديو ديالنا. يلا صديقي ما تنساش تبارطاجي الفيديو للناس اللي عزازين عليك والناس اللي قرابين عليك وما تحتكرش علينا باللايك. ولو كنت لي اول مره كتشاهد القناه ما تنساش تشترك معنا وفعل خاصيه الجرس حط وصل جديد ديالنا لعيبه بيشيت. وان شاء الله عما قريب غنديروا بث مباشر على قناه بي بوجي تي في وغنوزعوا هدايا خوتي خواتاتي. بهاد الايام عطلت بزاف ما بقيتش ندير فيديوز كل يوم وكذا, وهادي خليكم معنا وغنتكلموا بالتفصيل على هادشي هذا في هاد الفيديو هذا. خليكم معنا خوتي ونتلاقاو في لعبه فري فاير. شحال واحد قال لي اخي زير واش بعت الكونت ديالك؟ اخي زير واش مشى لك الهاتف صبيح بستي؟ لا خوتي انا معاكم الرجوله من الطنوف من الطنوف من الطهوله خوتي. خليكم معنا وندخلوا للعبه فري فاير. المهم اخوتي اخواتاتي خليكم معنا وغنتكلموا بعد على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيسارعوا عليه وعليه انت يا صديقي دخلتي. وساعه غنتكلموا على ديك الناس اللي كيبغيونا والناس اللي ديما كتسول فينا على اساس زوير ما بقيتش دير فيديوز وكذا. غنتكلموا على هادشي مزيان ان شاء الله باذن الله معاكم في هذا الفيديو. خوتي اخواتاتي شوف كاع الناس اللي بغات تشحن فري فاير انا ما غنجيب لك شي تطبيق ولا غنعطيك موقع ولا غننصب عليك ولا غنهديك عليك. لا يا صديقي غنعطيك فكره اللي كنشوف بزاف ديال الاشخاص وبزاف ديال الدراري اللي كيشحنوا بها غنشاركها معاك. غنعطيك فكره صديقي. شوف لك عندك الهواوي راه احسن حاجه. ما كاينش عندك الهواوي خليك معايا ما تسكرش الفيديو خليك معايا يا صديقي. راه كاين الحل. عندك اي تليفون كان ديال الاندرويد راه يا صديقي يمكن لك تشحن فري فاير من خلال ديك التطبيق ديال الهواوي. التطبيق ديال الهواوي شنو الخدمه ديالو؟ راه يمكن لك تجمع نقاط, هاد النقاط هادو ما كتحولهم لفري فاير كتشحن بهم في فري فاير جواهر صديقي. لكن لو كنتي انتينا مثلا سبق لك جربتي هاد الطريقه وما طلعت لك شي مثلا كيفاش تشحنها فري فاير عندك ولكن ما كتجمع عروض وكتجمع نقاط وملي كتبغي تشحن ما كطلع لك شي الميزه, كطلع لك غير الميزه ديال بلاي ستور باش يخلص دولار باي بال لعيبات بطاقه جوجل بلاي. يا صديقي هذيك الحل بسيط, مسح فري فاير. راه ماشي كنقول لك مسح نرزق في هذيك. لا يا صديقي راه مسح فري ولا صيفط لشي صاحبك, صيفط لشي صاحبك فري فاير باش ما تقولش انا نرزق في اللعبه ولا لا. يا صديقي عاد تيليشارجي التطبيق ديال الهواوي بلاي ستور ديال الهواوي عاد تيليشارجيها من جوجل وعاد انستالي فري فاير من بلاي ستور ديال الهواوي باش ملي تبغي انت تشحن فري فاير يطلعوا لك يجوزوك الهواوي. ولكن لو كنت انت من انستالي فري فاير من بلاي ستور راه يا صديقي ما يطلع لك شي مثلا الميزه ديال الشحن باش تشحن في فري فاير واخا عندك فري فاير. حيت بزاف ديال الدراري كيطيحوا في نفس الغا نفس المشكل كيقولوا صافي حنا هاد التليفون هذا ما يمكنناش نشحنوا به. وهو ساهله, مسح بلاي ستور اللي حملتيها من بلاي ستور, مسح عفوا فري فاير اللي حملتيها من بلاي ستور ومشي حمل فري فاير من التطبيق ديال الهواوي وخدم عروض في التطبيق ديال الهواوي. راه ملي عاد بغيت تشحن مثلا ملي عاد تدخل تشحن عاد لقى بلاي ستور كتدخلك ديريك للتطبيق ديال الهواوي ما كتدخلكش البلاي ستور حيتاش انت متيليشارجي فري فاير من الهواوي. ولا كنت متيليشارجي فري فاير من بلاي ستور عاد بغيت تشحن عاد تجوزك للبلاي ستور عاد تقول لك لا عندك شي بطاقه لا عندك شي باي بال لا عندك شي لعيبه من هذا الشيء يمكن لك تشحن بها. اما في حاله لو كنتي من اصطالي فري فاير من التطبيق ديال الهواوي راه يا صديقي راه يمكن لك تشحن حيتاش ملي كتبغي تشحن في فري فاير كيدوزوك ديريكت للتطبيق ديال الهواوي حيتاش انت اصلا من اصطالي فري فاير من الشركه ديال الهواوي. وكما قلت لك يا صديقي راه كان عندك سامسونج راه سهله غير تيليشارجي ابليكاسيون وتيليشارجي منها فري فاير راه عادي هو في حال اندرويد واحد. وكاين شويه ديال الاحتكار, كاين واحد شويه ديال الاحتكار اخوتي في هادشي هذا. وهو ملي كيكونوا العروض كيعطيو اسبقيه للهواوي, سامسونج كيعطيو شي عروض غير شويه وصافي. اما الهواوي اللي كان عندك يا صديقي تشحن ديما ديما تشحن فري فاير ديما تشحن. لو كنتي ما عندك شي وقت تشحن واحد 200 جوهره في النهار, لك عندك وقت تشحن 1000 جوهره في النهار. ولكن خصك دير عروض بزاف ديال الدول. والسبب اخوتي الواحد اللي قلت لكم علاش انا ما بقيتش ندير فيديوز كل يوم وهو اخوتي اخواتاتي خصني شي ماتريال اللي تليق بكم وتليق تبينا ويوصل لكم الفيديو في
المين الاول ان شاء الله كنبحثوا على هذه الماترين، وملي غنلقاوها نديروا بها لهذيك اخوتي. غير صبروا، والسلام عليكم العسل.